تشير البيانات الأولية بأن الميزانية العامة للدولة في العام الحالي تتجه إلى أقل عجز منذ عام 2014، على الرغم من التذبذب في أسعار النفط خلال الفترات الماضية، وهذا ساعد في أن تكلل الجهود التي تبذلها الحكومة عبر التزامها بالخطة المالية متوسطة المدى في جانبي الإيرادات والإنفاق من أجل تحقيق أهدافها الرئيسية بزيادة ثقة المقرضين ومؤسسات التصنيف الائتماني. حقيقة النمو الاقتصادي المستهدف في خلال سنوات الخطة هو 3.5%، ولكن مما لا شك فيه كان لتداعيات الجائحة وتوقف النشاط الاقتصادي أثر على الأداء الاقتصادي، وبالتالي كان الأداء الاقتصادي سالبا في العام 2020، ولكن نتوقع أن يكون الأداء إيجابي في هذا العام والعام القادم. كل المؤشرات تدل على أن النمو سيكون فوق 3%، ولكن لازلنا النمو في حدود 3.5%، نمو حقيقي في الناتج المحلي الإجمالي ممكن خلال سنوات هذه الخطة كمتوسط. أنا أحب أن أؤكد أن الوضع اللي مرينا فيه خلال العامين الماضيين لم يكن بالسهل. الجائحة ألقت بظلالها وبقوة على الاقتصاد الوطني، لكن رغم ذلك إنما يبشر بالخير أن رحلة التعافي مثل ما قالها سعادة الدكتور، رحلة التعافي بالحقيقة بدأت، وهذه ليست كلام أو كلام إنشائي، ولكن الأرقام تعكس هذا الواقع. لو نلاحظ في أهم القطاعات الثلاثة، لو في القطاع التجاري والصناعي والاستثماري، نلاحظ أن هناك نسبة تغير واضحة في الأنشطة الخدمية، في تجارة الجملة، أنشطة الصناعية وصناعات التحويلية. نسبة النمو حتى لو نروح الصناعة التحويلية فيها 34% نسبة نمو. البعض قد يقول أن نعم هذا سهل، عندما ينخفض سعر النفط فالنسبة تكون ترتفع، ولكن ما نود التأكيد عليه أن هذه الأرقام هي بالمطلق، أن رأيناها حتى بالمطلق هي فيها زيادة، فإذا هي ليست لها علاقة بالنفط بشكل مباشر كنسبة نعم، ولكن بالمطلق هناك زيادة، فهذا يدل على هناك نمو، وخاصة في النمو في الأنشطة غير النفطية. طبعا في المقابل 110 شركات 110 مشاريع جديدة، هناك مشاريع تم إيقافها. احنا راجعنا خلال هذا العام عدة مشاريع وكانت الشركات تعتزم القيام بها وبعضها مرصودة لها موازنات، ولكن تم إيقافها لعدم قناعتنا بالجدوى الاقتصادية لها. يعني التحدي من اليوم وطالع أن أي مشروع تنفذه الشركات المملوكة لجهاز استثمار العمان يجب أن تكون مستدامة، بمعنى أنها تغطي مصاريفها وأرباحها. لا نرغب أن نتوجه الأشقاء وزارة المالية ونطلب منهم دعم بعد اليوم لأي شركة جديدة. الشركات السابقة والموجودة طبعا بعضها خدمي، وبالتالي الخدمة تتطلب دعم وليس بالضرورة الشركة. يعني لو أن هذه الشركة خصصناها وملكناها للقطاع الخاص ستظل هذه الشركة تتطلب دعم من وزارة المالية، ليس لأنها شركة حكومية.